الذي يريد مزيدا في هذا الباب أسباب الفقر وطرائق العلاج كلها والله موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجدها في مباراة كأس العالم، ولن تجدها في الاستاد الرياضي، ولن تجدها في مقهى، إنما ستجدها في كتاب الله وستجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتقي الشر يوقه، من يتحرى الخير يؤته ومن يتقي الشر يوقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دعكم من القيل الكثير والقال، وانظروا إلى الذي ينفعكم حقيقة في دنياكم وفي آخرتكم. قد نسعى ونأخذ بالأسباب ولكن نبتلى، فنصبر لرفع الدرجات. لكن إذا كنا نحن الذين تسببنا لأنفسنا فنستغفر الله من الذي جلبناه لأنفسنا، ونتوب إلى الله مما أصبناه واشترمناه. وربنا يقول في كتابه الكريم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يمر الناس بأزمات، ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه، راجعوا دينكم وراجعوا ربكم، انظروا في الكتاب العزيز والسنة المباركة، تجدوا حلا لكل عسير، ارفعوا أيديكم وتوجهوا إلى الله بالدعاء ولا تنسوه، وأكثروا من الاستغفار، واندموا على ما فعلتم من المعاصي والكبائر والربا المقترف. يوما بعد يوم ستجدوا كل حل في كتاب الله لكل مشكلة كانت من المشاكل. صدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، راجعوا دينكم وارجعوا إلى ربكم، وستجدون عند الله المخرج من كل الملمات، فالأمر كله لله وأن إلى ربك المنتهى. ألم تقرأوا الآية؟ وأن إلى ربك المنتهى، ألم تقرأوا ولله خزائن السماوات والأرض، ألم تقرأوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ألم تقرأوا قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من الذي يرزق الطيور في أوكارها؟ ومن الذي يرزق الوحوش في الغابات؟ ومن الذي يرزق الحيتان السابحات في قيعان البحار؟ من ذا الذي يرزق الطير الصواف في السماء؟ من ذا الذي يرزق الدود في أصم الصخور من جمد؟ إنه الله سبحانه. فلا تغفلوا عن ربكم، اعتصم، وإن لم يطاوعك قومك فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يصاب الناس كلهم بالفقر وأنت في غنى، وهل ترون أن هذه الأزمات ليس فيها ناس يغتنون أشد الغنى؟ فيها في كل شيء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: نصيب به من نشاء، يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، إن الغيث ينزل من السماء ينتفع به أقوام ويضر به آخرون. أصحاب الفواخير يتضرروا بنزول المطر وتتكسر الفواخير وتتفتت في طينها، وأصحاب الزروع يفرحون بالزرع. فالبلاء قد ينزل والغيث قد ينزل وهو نافع في الجملة، لكن قد يضر به آخرون، قد تصاب سيارة أحدهم بحادث. فالله سبحانه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأيقنوا به، أيقنوا بربكم واعتصموا به وتكلموا بالنافع واحرصوا على النافع. صلوات ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله، وحمدا لك يا ربي وشكرا على ما أنعمت علينا به من نعمة الإسلام ومن نعمة الإيمان ومن نعمة القرآن، وعلى ما أنعمت به علينا من نعمة الأخوة في الله والمحبة في الله. جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.